لعباني وين كان زعمك؟ ما هو قلنا له يعبان يعبى بنا. تو قبل الشيخ الصادق يقول الكلام هذا فتوه، لكن بما انك انت تطاولت ارتقيت مرتقا صعبا يا يعباني، وين كنت انت لما الشيخ الصادق لا ينام الليل ويعقد في الاجتماعات لدعم الجبهات في حرب البركان؟ انت ضليت اكثر من شهر تنتظر دخول المتمرد لطرابلس، واتحداك انك تعترف بهذا، وانت قلتها لجلسائك وقلتها للي جالسين معاك، وكنت تنتظروا في دخول سماحة الوالد خليفة حفتر لطرابلس، مش تعلنوا تأييدكم اسوة باخوانكم اللي موجودين في اوقاف المنطقة الشرقية. واتحداك انك تكون على شجاعة انت ومن يكتب لك ومن يدور في فلك انك تعترف بالحقيقة، اتحداك. لما كانوا مشايخ دار الإفتاء على كبر سنهم وعلى الكبار منهم دايرين زوز ثلاثة تليفونات ويجمعوا في التبرعات وواقفين للجبهات، ولد حساب الناس اللي ماتت هذه طلعت إلا بفتوى الشيخ الصادق في رد العدو الصايل، فتيتها أنت؟ لم تفتها يا عبال، كنت تنتظر في حفتر أنه يدخل طرابلس، لأن من مول الحرب على طرابلس هي المملكة العربية السعودية، ولا تستطيع أن تنكر هم السعوديين بروح اعترفوا به الكلام هذا. وطلعوا، وإحنا عندنا الآن الفيديوهات هي موجودة، والله ما نبي نلوث أسمعكم بها لأن حتى الوقت محدود، الفيديوهات منتشرة في النت لأتباع التيار المدخلي يقول أن الشيخ ربيع قال يجب على كل أهل السلف الالتفاف حول حفتر. طبعا لما الشباب بفضل الله عز وجل ثبتوا وعرفوا أن لن يدخل حفتر، وكنا يوميا نطلع مرتين ثلاثة في الإعلام لن يدخل حفتر طرابلس، طبعا حفتر كانوا معاه الخضر وكانوا معاه المداخلة كانوا معاه كلهم اللي الآن هاجمين على دار الإفتاء كلهم كانوا مع حفتر، ما تنسوا يا ليبيين للأسف، اللي الآن أي واحد تلقوه ينتقد دار الإفتاء وسماحة المفتي هو كان مع حفتر. شوفوا أرجعوا لبوستاتهم، أرجعوا لبوستاتهم تعرفوا كل شيء.